نادي أحباء شيخ إمام هي قصة غرام، غرام للموسيقى، غرام للفن، غرام لكل ما هو إنساني، غرام للنضال من أجل الحرية ومن أجل العدالة ومن أجل الكرامة. نادي أحباء الشيخ إمام عمره توا ما يقارب ما يزيد عن 10 سنوات أو أكثر. إحنا ترابط أجيال، معناتها فينا من 7 سنوات إلى أكثر من 65 سنة. الحجر الصحي ولا برشا ضغط نفسي وبرشا عادات في حياتنا تبدلت، ففكرة أن وصلنا نادي أحباء شيخ إمام في نفس الموعد الأسبوعي متاعو، ولكن افتراضيا هي فكرة هايلة، خليتنا نقابلوا أصحابنا، خليتنا نرجع نسمع أصوات بعضنا ديما بطريقة معناها متواصلة، وندندنوا غنايات الشيخ. وصلت نشاط النادي عن بعد، خول لأحباء الشيخ إمام في الغربة في بلدان أوروبية أو أصدقائنا في بلدان عربية أخرى من المشاركة في هذه الحصص. إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موج الظلام،